هذه الأصوات منعت سكان العاصمة الليبية طرابلس من النوم ليلة جديدة، فالاشتباكات لم تكد تتوقف خلال الليل حتى بدأت مجددا بين مجموعتين مسلحتين رئيسيتين على وقع تفاقم الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ورئيس حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب فتحي بشاغة. أسلحة متوسطة وخفيفة أقلقت ليلة أحياء وسط العاصمة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا فضلا عن حركة نزوح للسكان إلى مناطق أكثر أمنا وسط انتشار مكثف للأليات العسكرية، وهو ما أعاد طرح التساؤلات عينها حول مستقبل ليبيا في ظل الجمود السياسي المديد وتطورات الميدانية المتواصلة. هذا كان متوقعا الحقيقة، أن الوضع المحتقد على الصراع على مسألة من هو صاحب الشرعية في السلطة صار نوع من المنافسات والتصريحات من الطرفين، لكن الحرب إذا بدأت خاصة ما بين أطراف ليست بجيوش منضبطة ومنظمة يخشى أنها تكبر وترجع إلى المربع الأول. المعطيات الأمنية تشير إلى إعلان حالة طوارئ في محيط رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة، فيما تمركزت قوات موالية لدبيبة في محيط مطار طرابلس المغلق. حكومة الوحدة قالت أن الاشتباكات جاءت بعد مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، متهمة قوات بشاغة باستخدام القوة للعدوان على المدينة، فيما حملت بلدية طرابلس المركز مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في طرابلس.